إلى السؤال الثامن في مراجعة هامة للوحدة الثانية ظهر رمز الإجابة الصحيحة. فقرة ثامنة: يعطى شدة التيار المتردد في دائرة الملف كدالة في جانب الزاوية، جانب تمام الزاوية، ظل الزاوية، ظل تمام الزاوية. طبعا التيار أو شدة التيار في الملف يتخلف، وأي من يتخلف الجهد أو التيار يعطى كدالة في جيب الزاوية. إذا بالنسبة لشدة التيار في دائرة الملف يعطى كدالة في جيب الزاوية، وعليه الإجابة الصحيحة هي رقم ألف. في الدائرة المرسومة بالشكل واحد أسفل تكون معاوقة الدائرة، دائرة معاوقة لدينا إجابات. إذا تحل المسألة حل نحلها مع بعض، نبدأ بقانون المعاوقة: ميم قاف يساوي الجذر التربيعي لميم تربيع زائد ميم حف ناقص ميم سع الكل تربيع. نعوض: ميم قاف تساوي الجذر التربيعي، الميم بعشرة الكل تربيع زائد ميم حف 30 ناقص ميم سع 20 الكل تربيع. بالآلة الحاسبة يكون الناتج 10 جذر 2 او، وعليه الجواب الصحيح هنا ايضا الف. إذن الجواب الصحيح ألف. فقرة 10 على نفس الشكل واحد: في الدائرة المرسومة بالشكل واحد هناك في السؤال التاسع يكون شدة التيار الكلي المار بالدائرة. طبعا يريد شدة التيار، لدينا 5 أمبير، 10 أمبير، 15 أمبير، 20 أمبير. بسيط: التيار يساوي الجهد الكلي على المعاوقة، وعليه الجهد الكلي 100 جذر 2، على المعاوقة 10 جذر 2، جذر 2 مع جذر 2 صفر مع صفر. إذا شدة التيار الكلي يساوي 10 أمبير، والجواب الصحيح هو الفقرة ب. في الدائرة المرسومة بالشكل واحد على نفس الدائرة التي في الشكل واحد تكون زاوية الطور فاي بين شدة التيار والجهد. واحدة من الإجابات الموجودة: 30 درجة، 45 درجة، 60 درجة، 90 درجة. يريد زاوية الطور. ما هو القانون المناسب؟ القانون المناسب، فكرتم معي الآن ما هو القانون؟ القانون المناسب هو ضا فاي يساوي من؟ ميم حف ناقص ميم سع على ميم صحيح. إذن ضا فاي يساوي كم الميم حف؟ 30، ميم سع 20، المقاومة 10، ويساوي 10 على 10. إذا ضا فاي 10 على 10 1. إذا ما هي الزاوية التي ضلها 1؟ صحيح، الزاوية 45 درجة. ممتاز، هذه هي الإجابة الصحيحة. نظللها 45 درجة. 12
في الدائرة المرسومة بالشكل واحد يكون تأثير الدائرة العام ألف حفي، باء سعوي، جيم رني، دال لا شيء مما ذكر صحيح. طبعا نقارن بين ميم حف وميم سعوي، بما أن ميم حف أكبر من ميم سعوي وزاوية الطور أكبر من الصف، تأثير الدائرة العام، تأثير الدائرة العام هو نعم يا محمد حفي. إذا الجواب الصحيح هو الفقرة ألف. فقرة 13، في الدائرة المرسومة بالشكل واحد يكون فرق الجهد بين طرفي الملف، فرق الجهد بين طرفي الملف طبعا يريد جيم حف يساوي شدة التيار في ميم حف. إذا جيم حف يساوي كم شدة التيار؟ 10. كم ميم حف؟ 30. 10 في 30، إذا جيم حف يساوي 300 ضغط، والجواب الصحيح هي الفقرة جيم. هنا مسألة ذكية على ملف مولد الكهربي، سلك طوله 180 متر، يعني الآن 180 متر، لف 5 أسلاك. إذا كم الطول اللي يلف الآن؟ لا، الفعلي اللي يلف 180 × 5/6، هذا الطول الفعلي الذي سيلف حول ملف المولد ويساوي 30 متر. إذا الطول طبعا هنا 30 × 5، طبعا 6 × 180 = 30، 30 × 5 = كم؟ 150 متر. إذا الطول الذي سيلف هو 150 متر، هذا الطول الفعلي. حول ملف مستطيل طوله لا يساوي الطول، حتى نفرق بين الطول، يساوي 30 × 10^2 تتحول إلى متر، والعرض يساوي 20 × 10^2 تتحول إلى متر. يدور في الملف في مجال مغناطيسي كثافة فيبو 5 × 10 تسلا، الباء يساوي 5 × 10 تسلا. بسرعة خطية، عين يساوي 20 متر لكل ثانية، 20 متر لكل ثانية. فإن القوة الدافعة الكهربية العظمى ق العظمى مجهولة. أنا سأغير هنا الإجابة الأخيرة وأجعلها لا شيء مما ذكر، لا شيء مما ذكر، حتى نعمل احتياطنا من الإجابات. تابع لي الآن، قاف العظمى تساوي نون في سي في باء في أوميجا. النون غير موجود، نون يساوي طول السلك الفعلي على محيط المستطيل ويساوي 150 × 2، محيط المستطيل الطول طول الملف زائد العرض في 2، ويساوي 150 × 2 في 20 + 30 = 50 × 10^2 نحول للمتر، 2 × 50 = 100، ويكون عليه نون
العشرة والسالب اثنين تطلع فوق، تطلع 150 في 100 ب 150,000 على 2 في 50 ب 100، صفرين مع صفرين، إذا عدد اللفات 150 لفة. هذا بالنسبة للنور. السين موجود طول في عرض، الباء موجودة، الأميجا سنجعلها على النحو التالي. لاحظ معي، قاف العظمى تساوي نون، السين عبارة عن طول في العرض، في الباء موجود، في أميجا عبارة عن عين السرعة الخطية على، سنأتي لها من هذا، ولكن مشكلتنا نق، يعني في المسألة ما هو النق؟ إذا أخذنا أميجا عين على نق فما هو النق؟ لاحظ معي يا ابني، هذه المساحة طول وعرض، هذا طول الملف، هذا عرض. فلو مسكنا بهذا الشكل وأدرنا، ما الذي سيكون عليه نصف القطر؟ لاحظ، نصف القطر سيكون الأرض، يعني مش هذا الأرض، وهو يدور الملف، إذا نصف القطر سيكون العرض. نصف قطر الدوران هو عرض المستطيل، وعليه بدل النق سنقول العرض. العرض يروح مع العرض هنا، ويصبح لدينا قاف عين، هذا يؤدي إلى أن قاف عين يساوي نون في باء في طول في عين، ونضرب ضربا عاديا، نضرب النون في الباء في الطول في العين، نحصل على القوة الدافعة الكهربية للهم، أي سيكون لدينا قاف عين، النون عبارة عن 150 في الطول 30 في 10 سالب 2 في الباء 5/10 في العين عبارة عن 20، ونضرب بالآلة الحاسبة نجد أن الناتج سيكون لو استخدمنا الآلة الحاسبة حيكون معانا 20 في نص، النص عبارة عن 5/10 10، 1500، 1500 في 30 يطلع معانا 1500 في 30 يكون الناتج 3 أصبار 45، في 10 سالب 2 يظهر الصفران ويكون الناتج 450 فولت. لو لاحظنا الإجابات 320 330 350 لا شيء مما ذكر صحيح، ستكون الإجابة د لا شيء مما ذكر صحيح. لاحظ حل المسألة، مسألة ذكية، وبهذا القدر أكون قد وفقت إن شاء الله في مراجعة عامة للوحدة الثانية. أستودعكم الله، ألتقي وإياكم في فقرة الوحدة الثالثة ومراجعة عامة من هنا من مدارس العلوم والتقنية المركز الرئيسي. تحياتي لكم والمصور محمد العنسي، محمد